تهوى وتنتدب وحيانا للظاهر يكون لما والباطن كذب الحب فطرة والعيون تهوى تهوى وتنتدب وحيانا للظاهر يكون لما والباطن كذب بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب ممكن من يعتقون ما كل ما يلمع ذهب حقيقة والظنون بعد التجارب والله يستر رزقك. حبيبي مش نقوقك. معي يا يما. ان شاء الله في الميزان حكناتك. خالي. وين خالي؟ قادم عزم الليلة اروح للبيت ان شاء الله. وانا بعد بروح النورة. لازم اعطيها لك شيك. عالدريك شلون؟ ننزل مع بعض وصليني بيت خالد ونجلس مني عليه مرة واحدة. يا نورة هذه مينون ولا تحرشي فيه. والله ترى يضحك. شوف شوف نتجاك يا غالب. يترجعها ترد عليه. شوف اقرا نقصهم على تليفوني. صاير دليل لها وهي ولد مستكره فيه. والله ضبحتني ابي اشوفها. ضبحتك ولا بتضحينا؟ لا تستعجل بشعري يا غالب. الله يخليك. ابي اشوف مريم هذه. شوفت يا نوره بتجيب لك اياها هذه ما بتنسينها طول عمرك. وبتدخلك بنفاق لم تتغنى عنها. غالب الله يخليك. ساعدني ارجوك. شلون اساعدك؟ ابي اروح الشركه، الشركه سند ما يكون موجود، نص ساعه بس، ابي اشوف ويحه، ابي اعرف من هذه اللي خذت ذا السند، الله يخليك يا بانر. اذا رحت وشفتيها، شو بتسوي لها؟ بتذبحينها ولا بتسوي لك فضيحه؟ اوعدك ما اتكلم ولا اقول شيء، بس ابي اشوفها، تستاهل خليني علشانها؟ والله انك حنان يا نوره. زين، قولي لي شلون اساعدك؟ يوم اللي بروح الشركة تتصل فيه وتوعده بمكان بعيد. شو أقول له بالله عشان أوعده؟
طبعا على اي اذن انت مخك كبير يا غانم. خلينا اروح قبل لي وسوي صرف. يلا مع السلامه. جايب لك كيكه جبليه بني شجره الهرم، سبع قوابل، كل قوابل جبلي. ترى وين جبت لنا الهرم؟ احنا بعد بدينا الغار. هذه البشر هذه العاقبه الرزينه الكبيره، هذه باكر بكبرنا نومكم بعد روسنا وقلنا انت حكي علينا يعني، هذه هي اللي بتلبسنا وبتذبحنا وبتاكلنا وبتشربنا. وصحني يبا يبا تبيني اسوي لك هذا علشان كيكة بمية دينار؟ صراحة انت وايد متفائل. الوضع مبين مو مطمن. لو عندنا صبيان أبرك. ايش فيهم البنات؟ البنات أرحم ومشاكلهم أقل. متأكدة إن البنات مشاكلهم أقل؟ ميتة، تلميحاتك مو مفهومة. ليش هالنقطات؟ بس عاد يا بنات، ترى اليوم عيد ميلاد ميتة، ما نبي أحد يزعلها. كفو، كفو الوالدة. انت يوم بتطيح دروسك انا ببارك. أنت اللي بتجي اليوم؟ لا. ما هي بشفيت؟ ليش مو مهتمة في الموضوع؟ ليش خدت حماسك؟ صراحة ما تشفيني هاليوم يا سلطان. مشاكلي زايدة. كل يوم يحصل لي ضربة على الراس. قمت أروح الشغل وأنا متشائمة من الكل. مريم، تدري إن 70% من حالات الاكتئاب اللي تصير في العالم سببها التشاؤم؟ عفوا الله عليك يا اختي. يا ريت نقدر افكر مثلك. يقول لك هذا واحد فقير يمشي حافي بريل المغبره، تقطعت ريوله وهو يمشي حافي. قام يلعن الفقر والحاله اللي هو فيها ويعترض على نصيبه بهالحياه. يوم دخل المسجد يصلي لقى رجال يصلي ريوله مكسوسه. حمد الله واشكره على الحاله اللي هو فيها. أثاري هو أحسن من غيره. مريم قولي الحمد لله. الحمد لله. يلا على البيت. هذا قريب قصدك. يلا مريم. نعم خالي. يا بنتي هاتي لي جواش ياسمي نفسه. أكون هنا قريب. في خالد. يقول تعبان. ألو؟ هل عادل؟ لا لا لا. مو بروح عادل من أنت. أرجوك عادل ما تحرجيني. من معك أسمع صوت؟ منى معك؟ بتمر علي؟ لا لا أنا بايكم سيارتي. أقول ميسة ما عندها مانع ولا بعد بتسوي لي قصة؟ خلاص أوكي مع السلامة. وين بتسوي؟ مديرتنا مسوية حفلة عندها في البيت وعزمتنا. ليش خاطر تروحي معي وتخاضي؟ لا يا حبيبتي يوم بتصبرين يا مريم بتشوفين إن هالأشياء هذه كلها مو مهمة في حياتك. بس من اهتماماتك في أشياء ثانية. سري يا حبيبتي واستانسي. بس ها انتبهي لنفسك. ليش ما بلغتي من زوجك؟ ما كانت موجودة. شفت حق مريم بتبلغها. عندك رقم موبايلها؟ لا بس ممكن أعيدها. يجي وخليني أكلمها. الحين خلاص تفضلي. ليش؟ ما كانت موجودة من زوجك؟ لا سر ولا شيء. البنية فقيرة وبحالها، ليش ما حد يهمها؟
اعطيت شيخ بالمبلغ اللي حتى بس لا يصرف كفلتك. تدري بعد ما استلمت الراتب ويبي لي وقت. تفضلي. انا مستغربة منك، انت ليش متحسسة من الموضوع؟ خليهم عندك، انا مو محتاجتهم الحين. الدين خمسة شي، والله يقدرني على رد مايك. الو هلا ميسا، شلونك؟ عيد ميلاد مبروك حبيبتي، تستاهلي. لا ما حد خبرني. هذا انا خبرتك. يلا تعالي، كل البنات اللي بالقسم جايين. عن صديقتك؟ يا اديها وغدية معك الحفلة ترى نسائية. يلا بنت بارك لا تأخرين. ترى هذا امر اداري، اللي ما يكون موجود هنا من بكرة فصل. يلا طيبة. من هذا؟ وجود؟ اي نعم وجود. وش بينك وبينها؟ ليش ما تبي تعرف نفسك؟ انتوا ليش مصرية ان اهل البلية فيها شيء؟ عقدتوني منها والله. صدقني دام انها عصبت يعني اكيد في شيء. من هذه؟ صديقتي ثقة ودار طبيعة أيام الدراسة. شكلتي؟ غيري ما بيخليني. أعرف زين. ليش ما يرضى؟ الحفلة في البيت وكلها بنات. وين غريلي؟ خليني أنا بكلمه وخليه يوافق. لو اللي سمعت. لا تسوي لي مشاكل معاه. وهو شوي عصبي. بس ما يصير يا نورة كني محبوسة طول عمرك في البيت. اطلعي. فرجي على عمرك. الإنسان يعيش مرة واحدة. ما أدري شو أقول لك، أنا محتارة. وين رأيك أنت؟ ليش تسألين؟ جاوبيني بس، هو بالبيت؟ إي، في الميلة. روحي له، اترديه، قومي، تحركي، الحرمة منه إذا تبي شيء من الرجال، تحن عليه، قومي، صدقيني بتستانسيني أنا. سلطان أنا ماشية، توصي شيء؟ ليش طالعني كذي؟ أول شيء بس مستغرب قبولك للعزومة هذه. ما تعرف ليش؟ ليش؟ عشان ما أنا معزومة هناك، بروح عشان أختلي بها وأسألها وأبشر أخوي ويرتاح. بس ليش سلطان؟ لأني أخاف عليك أكثر من نفسي. المهم كيف أقدر أشوفك اليوم؟ سند فاضي أقدر أكلمك؟ لحظة يا أبو حمد، أنا كم مرة جاي للثلاثين البيت؟ إيش تبي يا جدي؟ صديقتي مسوية عزومة وعزمتني، ممكن أروح ساعة وأرجع؟ ما أنا إن شاء الله بيوديك. يكون تبيني انا اللي وديت. لا صديقتي اللي عندي هي اللي توديني. وصديقتي هذه لا يتخربت علي سهرات الحفلات. يلا دلبي داخل اشوف دلبي. هذا اللي ناقص طلعات نص الليل بعد. الله يخليك سند،
هذول من كبر طلعاتي، وبعدين الناس النسائية. الله يخليك، خلني أروح. نرجع ويا قلت ما شو وياك كلم الرجال. ألو شو صحيتي ما قلتي فاضي اليوم؟ لا قلت لك عفوا اي سامحيني انا بروح كان ودي تطلعي معي وتغيرين جو انا بعد كان ودي استانس معك بس شو اسوي غيري الو اقول لك انا غيرت رايي خلاص روحي بس لا تاخرين على العشر واذا اخرتي على العشر ما تحكي جو إن شاء الله على أمرك يلا مع السلامة وافي كسرت خاطرة يلا نروح قبل ما يغير رأيه ما تتعدلين ما تتمكدين إذا تأخرت خمس دقايق يغير رأيه على راحتي بس فشلة ما خدنا هدية للبنية وأنا لا هدية ولا متعجلة حبيبتي أنت بتكونين أحلى البنات وبدون مكياج يلا نمشي قدامي في يلا وأنت غالي بس ليش يلا نمشي صراحة خوش ما دخل مزاج شنو يعني منى لا تشوفين اخوي كذي ترى هو عاقل وطيب وسوالفه حلوة واللي اهم من ذي كله ما راح يظلمك في حياتك لانه يخاف الله لا لا ما عجبني زين قولي لي شنو اللي ما عجبك فيه مريم انا احلم بواحد انيق رشيق حليق يحط الغطاء على راسه بشكل جميل واهم شيء انه يهتم بمظهره معك حق اخوي مهتم بالجوهر بس انت تدورين المظهر يلا عاد مريم انا مو سيئه لهالدرجه انت تقولين بس احب اقول لك يا منى ان صاحب المظهر يكون صاحب قناع مزيف وعنده ازدواجية بالشخصية هذا كله ليش؟ عشان يسمع كلمة مديح ويسمع حد يصفق له وهو في داخله يعرف انه هو انسان فاشل وعايش حياته كلها زيف هذه هو صاحب المظهر يا منى شفيك يا مريم بالقوة تحاولين تقنعين بخوت ما ابي شوفونا واحدة ثانية على راحتك يا منى انت تعرفي مصلحتك وين مريم يعني لا تزوجيني اخوك يا تزعلين مني يلا عاد خليك تصبر معك حق يمكن عشان هو اخوي خذتني الحنيه شوي يمكن منى انت ما تحبين المطاوعه ردينا ابوي الله يرحمه كان امام مسجد ارتحتي ما شاء الله عليكم الواحدة منكم تنزع عروس تيملون ما قلت سألت نفسك ما يبنى هالحياة المهم بتقول يعني من خدامة أكيد مني يبا دوم اليوم الكل فرحان الكل سعيد في عندنا سؤال قاعد نفس يدور في روسنا طب نستغل الفرصة وبنسألك يعني اخترت الوقت المناسب لسؤال الرجل المناسب بالضبط عمره تبون فلوس؟ يبا شنو فلوس؟ ترى الفلوس وفرخ الدنيا الله يهداك السؤال يقول لو يا حد وخطبني انا ولا بدرية بس افرض مش ولا بد وبين عن خبعني توافق؟ افرض مش ولا بد؟ شلون يعني؟ تقضي بنزال مثلا؟ يبا اتكلم جاد انت اللي تقولين انا ما فهمت سؤالك يعني واحد فقير ومحنتر وعاطل عن العمل
وتشد دخل السجن بس 6 شهور بسبب شايف بدور رصيد، وبعدهم تقدر تقول عندي شبه خرابة بس أساسهم حلو ترى. ومن مين منكم هذا اللي بياخذ هذا المحرس اللقطة؟ مو مهم، علموني شنو رايك؟ إيه بس علموني، من هي منكم اللي بتاخذ هذا الشاب الرائع؟ يبغى أنت تجاوب قبل وبعدين بنقول لك. الحين أجاوب. بس أول أعرف من هي فيكم اللي بتخطب؟ الظاهر الوسم يناسب، وبنرجع لك عذر بعدين يناسب. قرينا العريس تجيبيني واحد متشرد يبون رأي لا وتحب حق عنيف. حياما مليان بحياتي متفضل. الله يحييك، تفضل يا حبيبي. كل عام وانت بخير. وانت بخير مشكورة. تفضل يا مشي لي ما يتلف هدية لأني دريت متأخر. الخير وايد طال عمرك. تفضل. كل عام وانت بخير. هلا. ومن نجاح لنجاح يا رب. ما تقصرين ومشكورة. حمد لله. ثانكيو. أنا نتيجة بسيطة. إيه مشكورة لك ولك على نفسك. ودينا أنا بروح حالي حاسة تعب ما أبغون مرتاحي. لا روح في حالك، أنا بخير مريم لتسلى. فيك تبسم. كنت أتمنى ابنك حياتي علشان تنتظرينهم لو متأخرون، لكن ما الله كتب. أمر الله يصير. وانت قلتها ما الله كاتب. هذه حكمة السبحان. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد. يا رب ان شاء الله ما تكبرين مريم. ربي يسمع منك الهي. لا خليني هلا احجب عندي يا بحكي احسن منكم والله. يعني انا حسيت هذا الجد الحسن سمع العالم. انا ما بحكم الا بفلوس. يلا يا موت أخذها للناس. إيشيكم كمية بصفكم الكوفة الجين؟ إنتي ليش ما تمشي السلطان؟ إهني أحسن أبوكم الناس الجزان. أوه يما يلا بكها يا رب عليكم. بل السلطان يوالحكم نكر شوي. مرحبا، أهلا ورحبا، حيا، مجون.
تعالك يا ديامي. قصة سعيدة. اذكر لمين حياة تفضلت. شكلت مستحية. بصراحة أنا مو متعودة على الطلعات والسهرات. زوجي ما نهلي وهذه أول مرة لك. زوجي سنطورة. لا بس وهو طبع كده. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفتم يا جماعة أمي انتي خير عني. ما شفت تكلميني فيها. اخوي دايما يقول عود لسانك لحسن الكلام تأمن الملام. الصراحة انا مثلها بس هلي دايما يعيروني يقولون لي هالسكوت يخليك مثل الأطرش شوفة. هذه صفصفة ما عليك منها. شلون يعني صفصفة؟ صفصفة يعني ناس تحب الجدل لمجرد الجدل بس عشان يضيعونه. ما شاء الله عليك مثقفة. الله يخلي لي أخوي أحب أقعد معه عشان أستفيد منه. عشان كذي دايما يقول لي في ناس مخالطتها مثل الغذاء وفي ناس مخالطتها مثل الداء. أبيت بس رجع اليوم يجربيك. هذين من الناس اللي مخالطتهم مثل الداء. خلي ولدهم. مريم عندكم مثل ضحكون ضحكونا وياكم. لا ما في شيء بس سوالف عادية. يلا بنات يلا عشان نسوي ودي. يلا حياكم حياكم على الصالة اللي فوق. لحظة بنات حبيت أقول لكم إن أختي ما رضت نحط شموع على الكيكة عشان ما حد يعرف إنها الحقيقي. عشان كذي حطينا على الكيكة هم عملتينا ما نسينا. عاد نترككم وانتم خيالكم احسبوا عمرها على كيفكم. يلا عليكم دائما تفلتين. نورا شكلك مستانسة بالهواء. بتصدقيني إذا قلت نادر ما أطلع من البيت في الليل. الهواء حلو، الجو جميل،
ويمعت الناس بعد حلوه. عاد انت الله يهداك يا نوره حاطه نفسك فوق المعقول. انت بعد صغيره تدري اليوم انا كنت اسولف مع خالتي، يعني عمرها تقريبا 45. كنت اقول لها خالتي قومي تعالي معي الحفله. تقولي الواحد من يكبر تغير اهتماماته. سمعت الكلام بس انت بعد صغيره. وين نتحفظ بشوي؟ وانا قاعد تعود. بس اليوم وايد استمتعت في الحفلة، خصوصا تعرفت على واحدة طيبة مثلك. الحمد لله 59 دقيقة على الوقت. فرصة سعيدة يا نورا. وانا اسعد. مشكورة يا مريم، روحي على خير. وانتي من اهل الخير. اصلا طبيعة الريال مختلفة تماما عن طبيعة المرأة. يعني الريال اذا قلت له احبك مش ما قلت لك انا مثل يوهانا ما بيرد على ولا كلمة بنفس الطريقة. لا يقوم بيجيب لك هدية، اما بغير لك قطعة من اساس البيت، واذا كلش يفاجئك بسفرة معاه. يعني ايش من هاي القبيل؟ مو المفروض ان الوحدة منا تطلب من الريال المفردات النسائية، واذا طلبنا معناه تنخلق مشكلة بيننا وبينهم. والله حنانة طلعت مو سهلة، يعني تعرفين كل هالكلام وتعرفين في الشغل ما تتكلمين؟ حنان أنا كل يوم بيجي عشان تعطيني دروس خصوصية. بصراحة أنا عن نفسي ما أفهم شيء عن الرياضة. أبوي كان يقول لي يا بنتي أنصحك، المرأة طبيعتها تحب الهدرة والسوالف ومحتاجة من يسمعها، وبصراحة الريال مو فاضي ما له خلق. والدي يفكر في النوم ويكد ويشتغل، وهذا السبب الرئيسي اللي يخليها تدور على واحدة ثانية بس علشان تسمعها. عاد أنا مع أبوك في هذه، يخلي كلام مع الرجال بقية والهدرة خليها حكم. أنا كنت سأل أحسن وأنا أقول شو بعد. ما شاء الله البنات كل واحدة أحلى من الثانية، وكل واحدة تقول الزوج عندي، ولا واحدة فيهم الزوجة؟ لا وهي عشان ما طلعت كذابة، واحدة فيهم يمكن متزوجة. اكثروا البنات يا جبر والريايل ما يبون يتزوجون، يبوا الجد والسلم ولا علاقات برا برا. حاشي منو؟ حاشي طوفة؟ لا سمعتش، كيف تقولين عن نفسك كذابة؟ بس؟ هذا اللي سمعته؟ تقريبا. شو رايك نخلي سؤالك بكره نكملها؟ لان الحين طال عمرك الطير نام والشجر سكن والقمر اختفى وانا باردت. ارقد، حياتي كلها رقاد واكل، بروح ابدل ثيابي. تقولين استانستي؟ شلون حبيبي؟ اقول ان شاء الله استانستي بالطبع. وايد، ما تتخيل شلون تغيرت نفسيتي يوم غير جو. لهالدرجة انا كاتب على انفاسك. لا حبيبي، انا بس بغيت اشكرك لانك خليتني اطلع واستانس. يلا تعالي حطي راسك قدامي. تنام؟ ايش رايك يعني؟ ولا تبين نلعب دور هند؟ انا توقعت اني بنقعد شوي. انا اليوم وايد سعيده نورا. انا مالي خلقك،
أبي أنام، صحي على خير. نورة وين رايحة؟ بقعد في الصالة. وليش ما تنامي؟ أبي أنام اليوم. براحتك، فك الباب ولا تعلي على صوت التلفزيون. أكيد عندك خبر حلو. شلون أعرف؟ ما أدري، إحساسي قالي. أخاف أخيب بعينك. تدري ليش صبيت؟ ليش صبيت؟ ما أعرف، ما دخلت بالتفاصيل يا سلطان، بس كل اللي قالته شوفوا لكم واحدة غير. أنت يعني ما قالت لك شو السبب؟ ما أدري سلطان، بس يمكن يخافون منك. يخافون مني؟ ليش؟ لأنك متدين، فيمكن تصك عليهم وتخنقهم بالحياة. هذا الكلام غير صحيح، ماخذين فكرة خاطئة. ولا حصر والبنات يدورون الريال الفالس والريال اللعاب، هذا قصدك؟ هذا النمط اللي يبونه؟ والله البنات مو فاهمين الوضع صح، ولا انت احد يخليك. بس للاسف يا سلطان، احنا الحريم تاخذنا المظاهر الخارجيه قبل جوهر الانسان، وهذه حقيقه مؤسسه. على كذي انا عمري ما راح اتزوج. اذا كل واحده تبي تتزوج زوج سمار وزوج هيئه على قولتك، معناته ان هالبنات كافحين. وانا واحده منهم. أنا ما بكذب عليك سلطان، أنا يلفت انتباهي الريال اللي يهتم بكشخته وبطريقة لبسه وتسريحة شعره، حتى نعالة فكرة. ما أعرف شنو داخله من عقد نفسية أو أمراض اجتماعية. هذه كلها يعقب ما يطيح الفاس بالراس. تدور الجلسة النهائية بعد حتى تكون إن شاء الله أقوى المطاف وتكمل السالفة هذه. هاي بروح معك. تروحي وين؟ محكمة. شو تسوين تروحي محكمة؟ شغل الحاجب يفوت محكمة؟ لا، بس بشوف ويغتك والقاضي يقول حكمت المحكمة حضوريا على المتهم جبر بالبراءة. المتهم جبر بالبراءة؟ ايش دعوة ذابح ولدها؟ شي تنزل؟ ما له شغل، بروح يعني بروح. لا لا، ما له داعي. جبر، تقطع يا جبر، هذه لحظة تاريخية لا تفوتها علي. أنت تحبين كلمتين بالنصر؟ إيه، أحس بالنصر، أحس بالسعادة ترصف في قلبي. أرجوك يا جبر، لا تحرمني من هاللحظة الجميلة اللي بتكون وصمة عار على جبين أختك. تدرين يا ميسا؟ ساعات، ساعات، إلا أغلب الأحيان. أحس إنك إنسانة مو صاحية. ترى لي ما أدري شلون أنا استعجلت وخدتك. تفضل أب التعب هذا كله عيسى سافر الحين. طلع عليك شو تحب يسوي سواسة؟ قدر الله وما شاء فعل. زين هنا في شو أسوي؟ كلك يا أبو زيد ما غزيت. والحق يعني خلاص ما تروحين؟ بس روحي ولا تعورين قلبك. ساعات اصبر نفسي واقول ان هذا مكتوب، وساعات السيف الشيطاني يلعب بي شرق غرب وتاخذني الظنون واقول ليش كل هذا يسوي بي. حكمه، احنا ما نعرف، احنا بشر يا وديبه. وشو الحكمه من يبر ياخذ حلالي؟ قول لي يا سيف. علشان تقلي سمح زايد طول العمر تشكين
وما تخليني. تأسري أنا ما عندي مال، أنا أصلاً منو عندي غير الله من تأسري. وأنا رأسي ما يد شرزاز اشتبينا سوزي على ذلكي خايف لا يكون فيها شيء يعني. لا تخاف عليه فهي قطوة تبع روح. صدق العيد ساعات لما طالع عيونها لاحظ عيون شعاع غريب مثل المغناطيس لدرجة اني ما اقدر اشيل عيني عنها. وتبقى الجوة انت يا تشتو وليت تغزق في عيونها. اسمعي انا دايما احب اتكلم عنها واذا تكلمت عنها قلبي يرتاح. الحين انت اذا تكلمت عنها صدقني بسمعك وكل لي اذان صافية. خلاص يا سيدي نتكلم عنها. وصدق يا عبد الله اول يوم ما نداوم فيه بالشركة جابت معاهم هي لسنا نضحك على ثالثة اسمه لا واصابت ان في كرسي تحط عدالته. ليش يا بكم يعني خايفة؟ ما ادري والله يمكن تعتقد ان الشغل نفس الروضة لازم تجيب امك اول يوم. يقول السلامة من باب الدروب تردين عليه وقول الله الله يسلمك من ربط لسانك. وانت من متى ينوك محامي أنا؟ ليش؟ ما عند لسان؟ مولا أنا ما طلبت منك شيء يعني. أنا أتمنى لك السلامة خفت عليك يوم شفتك تعريني. تعري أنا عاجز أطير شيء هذا ما يخصك ما يخصك. هذول يمكن ناقصتي في الحفلة البارحة وفحتي. اسمعي عيب هالكلام ما يجوز. عبد الله اصبرك علي علشان هذه مو قصدي بس هذه خصوصياتها عيب هالكلام. لا تبيع ربعك عشان مهم خليك صاحي صادي هبوط في السكر بروح الكافيتيريا عشان احلي. مولا انا غلطة وانا اللي قاعد اتكلم معاك انا غلط على اسماعيل. طار سبحتي غسيتني انت ليش ما تفهم؟ اسماعيل عبد الله يعني تروح على مكتبك وتشوف شغلك ولا بروح حق ميزه وبقدم فيك سك وتعرف فاهم ولا لا؟ اي هذا حسن لعبيهات مسخره. جزاك الله ألف خير. الله يسامحني ويسامح الرياض مني وحقة المكتب وغسلي. الحين ممكن تخليني عشان أشوف شغلي؟ أكيد منى أرجوك ما بيش تشتكي من جلستي في المكتب. إذا تبيني ما أتكلم وياك أنا صدق عاد بتسوي فيني خير مشكور.
الحب فطرة والعيون تشوف وتهوى وتنتجب وحيانا للظاهر يكون لما والباطن كذب الحب فطرة والعيون تشوف وتهوى وتنتجب وحيانا للظاهر يكون لما والباطن كذب بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب معوك من يعدي الظنون ما كل ما يلمع ذنب بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب I'm gonna make you mine.